المؤتمر الصحفي للاتنين مدربين، كولر قال ايه؟ مدرب النادي الاهلي قبل الوداد، وايضا مدرب فريق الوداد المغربي هو المدرب التشيكي فاندن بروك، برضه من المدربين اللي عمل نتائج كويسه مع فريق الوداد. وخلي بالكم الوداد برضه من الفرق اللي حتى الان بتنافس على بطوله الدوري المغربي في الموسم الحالي، وماشيين بشكل كويس جدا في المركز الثاني، هم تحت الجيش الملكي بفارق نقطة وماشيين بشكل كويس. يعني عقبال ما المؤتمرات الصحفية تجهز، خليني أقول لكم كده تصريحات سريعة لكولر. كولر قال إن هو الأهلي استعد جيدا لمباراة الوداد ونسعى لتحقيق الفوز، تحقيق الفوز، وقال كمان إن الوداد من الفرق القوية والمميزة في قارة أفريقيا ونسعى بكل قوة لتحقيق أهدافنا في مباراة الغد. وقال كمان اتكلم على موضوع محمد الشناوي وغيابه، قال ان الشناوي لعيب مهم ولكن الاصابه وهي جزء من كره القدم منعته من المشاركه في التدريبات اكتر من 17 يوم الفتره اللي فاتت، وشارك في التدريب الجماعي بس لمده يومين من يومين، وادى بعض تدريبات اللي هي حراس المرمى. فقال انا فضلت عدم المجازفه بيه عشان هكون عايزه في المباراه النهائيه يوم 11، فقلت ان هو ياخد وقته في التدريبات وفي الشفاء التام وتجهيز نفسه عشان مباراة النهائي يوم 11. وقال كمان أنه عنده ثقة كبيرة في بقية الحراس المرمى، وهو بيقول أن أنا عندي قايمة مميزة جدا، السكواد يعني بتاع النادي الأهلي مميز جدا. وكمان كولر تمنى الشفاء للاعب الوداد عبد الله حيمود اللي جاله، طبعا احنا كنا بنقول له كمان ألف سلامة، لاعب الوداد عبد الله حيمود اللي جاله آلام الزايدة الدودية وعمل عملية جراحية هنا في مصر وهيغيب عن مباراة بكرة، احنا كمان بنقول له ألف سلامة ليه عبد الله حيمود لاعب الوداد. قال كمان كولر لست من الذين ينظرون الى الماضي ولا نتاثر بيه، يعني بيقول لك انا ما ببصش في الماضي. النهائي السابق ما بين الاهلي والوداد كانت مباراه واحده، فالمعطيات مختلفه المره دي. وقال كمان ان الاهلي تطور كتير، اداؤه تطور كتير الفتره الاخيره، وان احنا كلعيبه وجهاز هنبذل اقصى طاقه واقصى جهد عشان نحقق بطوله افريقيا. محمد هاني في المؤتمر الصحفي برضه كان هو اللي موجود النهارده في المؤتمر الصحفي، قال لك مفيش فريق كعبه على الاهلي عالي، واحنا قبل كده كسبنا الوداد في المغرب والاهلي بيلعب لتحقيق هدف واحد وهو الفوز بالالقاب. دي كانت تصريحات محمد هاني النهارده. بالنسبه بقى لسيفن فان دي بروك اللي هو المدرب البلجيكي لفريق الوداد، قال الارقام بتدل على قوه الفريقين، وقال كمان ان بولي سامبو اللي هو المهاجم هيتواجد ضد الاهلي. ده سيفن فان دي بروك مدرب الوداد، قال اريد توضيح عدد مرات وصول كل فريق للنهائي وهذا يدل على قوه الاهلي وقوه الوداد. بيقول يعني الفريقين وصلوا النهائي كتير، الاهلي افضل هجوميا بالارقام والوداد افضل دفاعيا. قال كمان فان دي بروك مدرب الوداد ان مروان عطيه وعلي معلول ومحمد هاني من افضل اللاعبين في الاهلي، وان الجمهور ليه دور كبير سواء في ماتش هنا او في ماتش العوده. وبيقول ان انا شايف ان الماتشين يعتبروا نهائي، الماتشين يعني ده نهائي وماتش العوده كمان نهائي. وقال انا في غايه الحزن لغياب عبد الله حيمود، ولكن يهمنا في الاساس صحه اللاعب وثقتي في باقي اللاعبين كبيره. وقال سامبو مهاجم الفريق هيتواجد ومحدش قال ان هو هيغيب. وقال كمان وان احنا نضع في اعتبارنا ان الوداد كسب الاهلي مرتين في نهائي 2017 ونهائي 2022، ولكن مباراه الغد مختلفه وكذلك الدوافع. واتكلم كمان فان دي بروك على المنتخب المغربي وقال ما حققه المنتخب المغربي في كاس العالم هو جزء من الدوافع، ده بيدينا كمان دافع قوي ان احنا كفريق مغربي عايزين نكسب البطوله زي ما منتخب المغرب حقق المركز الرابع في بطوله كاس العالم الاخيره. يحيى جبران لاعب وسط وقائد فريق الوداد برضو قال ان غياب محمد الشناوي مش هيأثر على تركيز الوداد امام الاهلي، وقال برضو نتمنى الشفاء لعبد الله حيمود، وقال ان نادي الوداد عنده حوافز كبيره جدا للفوز ببطولة أفريقيا. دي كانت تصريحات الاتنين مدربين وكباتن الفرقة. خلينا نشوف كده سريعا كده تصريحات
كولر مدرب النادي الاهلي، وعايز برضو قبل ما نشوف المؤتمر الصحفي عايز اقول لكم ان كولر محقق كل الاهداف اللي هو يعني حاططها قدامه مع النادي الاهلي حتى الان. كولر كسب بطولة السوبر الافريقي السنة دي، كسب بطولة السوبر المصري، كسب كاس مصر، متصدر الدوري المصري وقريب جدا من تحقيق لقب الدوري، وبيلعب في نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا. يعني ما شاء الله، مش عايز احسده، ماشي بشكل كويس جدا، وكمان خد المركز الرابع في بطولة كاس العالم للاندية. فكولر ماشي بشكل كويس جدا مع النادي الاهلي، نتمنى ان شاء الله انه يحقق بطولة دوري ابطال افريقيا. نشوف تصريحات كولر في المؤتمر الصحفي، وبعدين نكمل تاني مع بعض في كرة كل يوم. عندي حاجات كتير جدا النهاردة هنستمتع بيها مع بعض ان شاء الله. Wir haben uns, denke ich, sehr gut استعدينا كويس جدا للمباراة من وجهة نظري، قدرت ان انا اتفرج على مباريات للمنافس واقدر ان انا احط ايدي على بعض نقاط القوة والضعف. جهزنا كويس لمباراة سعداء بالتواجد في النهائي. طبعا اللي متابع الفريق شاف ان احنا في مرحلة المجموعات كان في مرحلة بعض الناس تشككت ان احنا هنكمل بسبب بعض النتائج، لكن الحمد لله الفرقة فضلت هادية وقدرت انها تظهر رد فعل كبير جدا، قدرت انها تحصد الفوز ورا الثاني عشان نقدر ان احنا نتأهل ونوصل للمرحلة اللي احنا فيها دلوقتي ان احنا بنلعب نهائي دوري الابطال. Is natürlich so, dass das immer wieder mal Verletzungen passieren können. بالتأكيد الشناوي لعيب مهم، لكن الإصابات جزء من كرة القدم، وهي المرة دي جت في الشناوي، لكن احنا عندنا قائمة كبيرة بنثق في كل لاعب بيرتدي فانيلة النادي الأهلي، عندنا ثقة كبيرة 100% في كل لعيب عندنا، وبالتالي عندي ثقة في أي حد هيلعب بكرة، وهنشوف ده إن شاء الله بكرة مدى تعاملنا مع الموقف ده هيظهر بكرة في المباراة. Es war so, dass Schnau jetzt 17 Tage nicht mit der Mannschaft trainiert hat. مجرد تمرين واحد بس كان غير كافي بالنسبة لي، وفي مخاطرة كبيرة بالنسبة لي إن هو يلعب ماتش بكرة، وخصوصا في مركز حراسة المرمى الأمور بتبقى صعبة، إن مفيش غير واحد بس اللي على الدكة احتياطي ليه، لا قدر الله حصل حاجة بعد 10 دقايق اضطر اغيره، يبقى كده خسرت تغيير، وكمان خسرت حارس، الحارس الثاني حصل له حاجه، يبقى انا كده عندي مشكله واضطر اللعيب هو اللي يقف. فكان الموضوع بالنسبه لي لسه ما فيش امان قوي او ثقه كامله 100% بعد ان هو خلاص رجع التمرين وبيتمرن حاليا، لكن لسه ما خدش عدد تمارين كافيه ان انا اقدر ان انا اثق فيه في الماتش الاول على الاقل، لكن ان شاء الله الماتش الجاي ربنا يسهل ان شاء الله. مش من الناس اللي بتؤمن او بالنظر دايما في الماضي، او ان انا اقعد ابص على الماضي واتاثر بالماضي، الماضي حصل وما عنديش قدره على التاثير عليه، التاثير ان انا للمستقبل. احنا دلوقتي الحمد لله فرقتنا ماشيه كويس جدا، اتطورت كتير جدا عن اول الموسم، ماشيين في الدوري كويس، ماشيين في افريقيا، اتاهلنا برضو بنتائج كبيره، فاحنا عندنا ثقه في نفسنا ان شاء الله، وعندنا ثقه في امكانياتنا ان احنا نلعب مباراه كبيره، ما بنبصش ابدا ان احنا للماضي وما بنتاثرش باللي حصل قبل كده، لان المفروض دايما ابص لقدام. الماضي كان فيه مدرب مختلف، كان فيه ظروف مختلفه، كان فيه نهائي مباراه واحده بس في ارض الخصم، مش مباراتين زي النهائي ده. اعتقد يعني افريقيا كلها عارفه النادي الاهلي وعارفه قيمه النادي الاهلي، ويعني عادي ان فرقه تكسب ماتش وتخسر عادي الماتش اللي بعديه، مفيش اي مشكله. زي ما افريقيا كلها عارفه قيمه النادي الاهلي وعارفه النادي الاهلي ده رقم واحد في افريقيا، ويعني احنا واصلين نهائيات اخر 5 سنين اخر انا مش شايف ان في حاجه اسمها في فرقه كعبها عالي على فرقه، انت مش بتشتغل وبتحضر والظريف غير الظريف، وانت بتعمل اللي عليك والباقي كله بتاع ربنا يعني. لكن ما فيش حاجه اسمها فرقه كعبها عالي على النادي الاهلي، احنا كسبنا الوداد برضو قبل كده وفي ملعبهم، ف ما فيش حاجه بالنسبه لنا اسمها ان فرقه كعبها عالي على فرقه، انت زي ما قلت لك انت بتشتغل وبتعمل اللي عليك، الباقي كله بتاع ربنا، واحنا ان شاء الله التوفيق يبقى معانا ان شاء الله. 44 shots on goal for Al Ahly, we only 30. So that means they're offensively maybe a little bit stronger. But in the clean sheets, we're both on 7. So that means that we're both resistant. So tomorrow's favorite is Al Ahly in the home game. And after the result of tomorrow, I can tell you who will be the favorite to win the Champions League.
المدير الفني حابب في البدايه ان هو يوضح نقطه مهمه جدا، وهي عدد وصول كل فريق للنهائي في السنوات الاخيره. معدل وصول كل فريق لمباراه النهائي بيدل على قوه فريق النادي الاهلي ويدل على قوه فريق الوداد المغربي. في السنوات الاخيره النهائي كان النادي الاهلي طرف او الوداد المغربي طرف، فده بيدل قد ايه مباراه بكره هتكون مباراه صعبه. الاستعداد لمباراه بكره اكيد استعداد هيكون مهم جدا. هو شايف ان المباراه لم تختلف كثير عن النهائي اللي كان موجود السنه اللي فاتت. يمكن عمل مقارنه سريعه بين هجوم النادي الاهلي وهجوم نادي الوداد بالنسبه لعدد الاهداف اللي تم احرازها وكمان عدد التصويبات. شايف ان نادي الاهلي اقوى هجوميا بعض الشيء، ولكن على المستوى الدفاعي الاثنين عندهم نفس عدد المباريات اللي خرجت كلين شيت بدون ما يتم احراز اي اهداف، فبالتالي هيكون في تقارب في الدفاع. شايف انه هيكون في بعض الافضليه بالطبع لنادي الاهلي بكره. المباراه هتكون على الارض وسط جمهوره، فده اكيد هيديهم الافضليه. النادي الاهلي عنده جناحين متميزين جدا، هو بيفكر فيهم اللاعب رقم 13 مروان، شايف ان هو لاعب مميز جدا، فبالتالي كل دي حاجات بيفكروا فيها. هو بيفكر ايضا انه النهائي بكره هيستنى يكون الكلام تاني بعد ما المباراه تتلعب وتتعرف نتيجتها باذن الله. Thank you. Questions? Somebody who doesn't ask a question yet? Here. Si vous voulez. Okay, d'accord. Microphone. Who's the microphone? Here, in front. السلام عليكم. زوير حجاري، موقع لوتروس 60 المغربي. بالشفاء العاجل اولا لعبد الله حيموت، واش المرض المفاجئ ديالو غادي، واش غيقدر انه يبعثر الاوراق ديال النهج التكتيكي ديال فاندابروك، خاصه انه حيموت قدم مباراه مثاليه في بريتوريا امام ساندونز. Alors tout d'abord, bon rétablissement pour le joueur de l'équipe Abdullah Haimoud. Il veut juste avoir votre point de vue, surtout qu'on peut dire que c'était une surprise ce qu'il est passé pour lui. Son dernier match contre Sundowns à Pretoria, c'était un excellent match avec une excellente performance. Qu'est-ce que vous en pensez concernant ce joueur? Bah, tout le monde qui joue au Wydad, c'est un joueur avec certaines qualités. Donc tout le monde peut être dans les 11. C'est vrai que Haimoud, il est opéré ce matin. Donc il ne sera pas apte ni pour demain ni pour la semaine prochaine. Pour nous c'est une perte. Comme tu as bien vu qu'au Pretoria il a bien joué, une très bonne performance. Surtout à l'extérieur, il peut nous donner beaucoup d'équilibre, offensif et défensif. Donc c'est certainement un manque. Mais d'abord il faut parler de sa santé. C'est lui qui doit rétablir le plus vite possible et dans des bonnes circonstances. Le reste, on a un effectif assez riche pour trouver quelqu'un qui va le remplacer, même si c'est à pas 100% qu'il allait jouer demain. Le seul qui le sait, c'est moi. Donc, mais c'est une perte, certainement. Malheureusement, on ne l'a pas. Les priorités pensées, c'est à sa santé. Et ensuite, on est assez riche dans l'effectif pour jouer le final sans lui. Mais je pense que sa douleur est plus pour rater la finale que pour sa blessure. هو بكل تأكيد بيتمنى السلامة للاعب، ودي الأولوية بالنسبة لهم ان هم يطمنوا على حالة اللاعب الصحية. هو شايف ان الخسارة الأكبر للاعب مش الإصابة اللي تعرض ليها او المرض اللي أصابه، ولكن ان هو مش هيخوض النهائي سواء الذهاب او العودة. دي الحاجة اللي الإصابة الأكبر اللي بتمثل له حزن كبير. بشكل قاطع اللاعب مش هيلعب مباراة بكرة، ده هيمثل خسارة للفريق، ولكن يظل فريق الوداد بالكامل وكل العناصر الموجودة في الفريق عناصر قوية جدا. اي حد في الفريق قادر ان هو يكون في تشكيلة بكرة، الكوتش بس هو اللي عارف وعنده المعرفه الكامله مين ال11 اللي هيبتدوا بكره المباراه وهيشاركوا في المباراه، ولكن بياكد ثقته الكامله في كل اللاعبين المتواجدين اللي يقدروا يعوضوا غلاب اللاعب.